ودعت أرض الرافدين مكابدا، ورحلت عنها للشآم مغربا، أسست فيها حوزة علمية، وفتحت نهرا للحياة ومشربا، وبنيت في تلك الربوع مشيدا، وغدوت للأمثال فيها مضربا. كنت الفقيه، كنت الفقيه، ومن تسنم قمة قد حاز في شتى العلوم مراتبا، أدب وفقه وارتقاء منابر، وفصاحة وبلاغة لن تنضبا. أعطاك ربك، أعطاك ربك، والعطاء مخلد كرما وعلما نافعا ومواهبا. بأبيات الشعر هذه أحيا العالم الإسلامي في سوريا ولبنان ذكرى شهادة آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رضوان الله عليه. البداية من دمشق، من الحوزة التي أسسها الشهيد في سيدة زينب عليه السلام، حيث أقيم حفل تأبيني حاشد بحضور ممثلين عن الطوائف الإسلامية ولفيف من العلماء، إضافة لفعاليات سياسية واجتماعية. وألقى كلمة أسرة آل الشيرازي السيد مصطفى مرتضى الشيرازي، حيث نوه بالدور الكبير الذي أداه السيد الشهيد. ونحن إذ نجتمع هنا بجوار السيدة الجليلة السيدة زينب عليها السلام ربيبة الوحي، وفي تأبين العالم المجاهد سماحة آية الله الشهيد السعيد السيد حسن الحسين الشيرازي قدس الله سره، نستذكر بعضا من خصاله في مسيرة حياته، منها الإخلاص في سبيل الله، فلم يبحث في عطائه وإنجازاته عن شهرة، ولا أراد مكسبا، ولم يشب ما قدم برياء أو سمعة، بل ابتغى وجه الله ورضوانه ورضوان أوليائه الكرام. فقد قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. ومنها الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق اهتداءً بهدي أمير المؤمنين، إذ يقول: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيق، وجنته الوثيقة. وامتداداً لسيرة من سبق من أسرته كالمجدد الشيرازي والشيخ محمد تقي الشيرازي ووالده وأخيه على أصعدة مختلفة، بجهاد فكري من خلال رفض الساحة الفكرية بالفكر الأصيل الذي يجمع بين الأصالة والحداثة ويحفظ للأمة هويتها. ولا يفوتنا أن نذكر هنا وفي الختام كافة المشائخ وأساتذة الحوزة العلمية، سواء الراحلين منهم أو الحاضرين، رحم الله الراحلين منهم وأبقى الحاضرين، الذين رافقوا الشهيد السعيد من بداية رحلته التأسيسية الشاقة لهذه الحوزة العلمية المباركة إلى نهايتها. تلاه كلمة للخطيب الحسيني الشيخ فاضل الحيدري: وأخذ يجوب العالم بهذا الفكر الأصيل حتى رأى العفالقة، هذه العصابة، هذه الزمرة المتعسفة، بأن وجوده يشكل خطراً جسيماً عليهم، فتمكنت أن تصل إليه وتنال منه هذه الجريمة النكراء، حيث أردته صريعاً، وكانت دماؤه الزكية هي التي سقت هذا الفكر الأصيل. أسأل الله تبارك وتعالى
أن يجمعنا وإياكم وإياه على موائد الخير. الشهيد السيد حسن الشيرازي من أهم كتبه الشعائر الحسينية، لأن شعائر الحسينية منها منبر الحسين عليه السلام، وهذا المنبر فيه قرآن، وهذا المنبر فيه السنة النبوية الشريفة، وفيه مدرسة أهل البيت، وفيه علم النفس، وفيه الاقتصاد، وفيه السياسة، وفيه التربية، مدرسة متكاملة. فكان الشهيد السعيد يدافع دفاعاً مستميتاً على هذا المنبر، لأن المنبر منبر الحسين أحبتي مستهدف في هذا اليوم. لا بد أن نشوق المؤمنين على أن يقيموا مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأن في مجالس الإمام الحسين عليه السلام لنا الضمانة لتربية أبنائنا ولجيلنا الصاعد وللمجتمع الباحث عن الحقيقة. وفي هذا المنبر نتمكن أن من خلال هذا المنبر نتمكن أن نوصل صوت الحق إلى أبعد أرجاء الدنيا. الحضور الحاشد في دمشق تخطى القبائل والطوائف ليوحدهم في الذكرى. كل هذا العلم، كل هذا الإنجاز من رجل خرج من سجون مظلمة، من طوامير نوهت على أنه تحمل 48 نوع من أنواع التعذيب، كان السباق إلى كل خير، كان حسناً في اسمه وفعله، كان قطباً موجباً، قطب موجب في علاقاته مع كل الناس، شاهدت ذلك أنت. اليوم في هذا التأبين سوريا بأجمعها حضرت، زين، شعوب العالم الإسلامي تشكر للسيد حسن الشيرازي بذرة الخير التي بذرها. سل بنت حيدر والأيام شاهدة عن الشهيد الذي كم ظهره طعن. يا قلعة الصبر مذ حل الشعام لكن، نور الهداية أفذاذ له ركن. تحية للشعب الأفغاني الذي آزره في حملته الأولى. لاذوا بقبرك يا حوراء فانبلجت أنوار علم بني الزهراء إذ أمنوا. وأسسوا حوزة للعلم ما فتئت تحيي النفوس لأحرار بها سكنوا. الزينبية كانت دار عزهم، والبعض عندك يا حوراء قد دفنوا. ذاق الأمرين من طاغوت فترته، وعند قبرك كان القلب مرتهن. أوصاه والده المهدي طيب الله ثراه سلمان زمانه، أوصاه والده المهدي من زمن انحل راوية في الشام لا يهنوا. عمر بعلمك دار للعقيلة أو دع دار جهل بها الأفكار تمتهن. ومن ينسى الشهيد السعيد آية الله حسن الشيرازي؟ لن ينسى ولم ينسى أصلا لما قدمه، إن كان في حياته أم كان في جهاده أم كان في استشهاده. في كل سنة تطل علينا مرة أخرى ذكرى استشهاد المفكر والباحث والاستراتيجي والإنسان السيد حسن شيرازي. اسمي باسم المجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية والعربية نترحم على الشهيد البطل المجاهد القامة من قامات هذا الدين الحنيف، هذا الدين الطيب، من قامة من قامات الشهداء في هذا المكان الطاهر، مكان السيدة زينب سلام الله عليها. باقرين الأشراف البقارة نحييكم ونعزيكم بمناسبة استشهاد سيدنا وإمامنا الشيرازي،
وإن شاء الله نظل على تواصل ومودة بيناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعزي أنفسنا ونعزيكم بذكرى السنوية لاستشهاد المفكر الإسلامي آية الله السيد حسن الشيرازي الرحمة لشهدائنا الأبرار. أما في لبنان أحيا مكتب المرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد صادق الحسيني الشيرازي الذكرى بمجلس عزاء حسيني بحضور حاشد. السيد حسن الشيرازي هو أول رجل دين اعتقل في أيام زمان البعثيين في العراق، وأول رجل دين حكم عليه بالإعدام، وأول رجل دين عذب بهذا التعذيب الغريب. وحتى عندما طارت طائرته النظام البعثي في العراق طلب إرجاع الطائرة. السيد حسن الشيرازي يعني عمل جهاد كبير، يعني ما كان أنه مؤثر فئة معينة، بالعكس أثر عالميا، لذلك طغاة العالم ما بده إياه يبقى، وخصوصا اللي بيوصل منهج أهل البيت الصحيح والعقيدة السليمة وصفاء النية والإنسانية. يعني هني علموني قبل الدين الإنسانية والأخلاق. من بيروت إلى دمشق أحيا كل من لبنان وسوريا ذكرى استشهاد سماحة آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي، مستذكرين بشهادته المباركة جهاده في نهج أهل البيت عليهم السلام. من بيروت أحمد عيسى.